من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023. 42 عام مضت على هذا المعرض وما زال يتجدد كل سنة حقيقة. من عام تقريبا 1982 هذا المعرض انطلق ودائما يحدث الفرق على مستوى طبعا معارض الكتاب الأخرى حول العالم. أهداف هذا المعرض الجميل الكبير المتنوع الذي يحوي مئات بل آلاف من دور النشر والعديد من الكتاب والباحثين والصحفيين والإعلاميين والمختصين ومحبي القراءة وطلاب المدارس خصوصا في وقت الصباح، ممتلئ المعرض بكل ناحية في حقيقة من جوانب المختلفة، كل أنواع الكتب موجودة، كل شيء يبحث عنه الشخص موجود. طبعا يحرص وكل الحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة دائما على افتتاح هذا المعرض. 42 عام وهو يفتتح هذا المعرض ويحدث الفرق دائما، الفرق المتجدد دائما. وتكلم حقيقة يوم أمس مساء حول كلمة جميلة كانت تحث على المعرفة والعلم والتعليم والثقافة وتشجيع الكتاب وتشجيع دور النشر على مواصلة جهودهم في نشر الكتاب ونشر المعلومة للقارئ العربي وغير العربي حقيقة. وقد كرم أيضا العديد من الشخصيات، منهم كانت أفضل الرواية والروائي الليبي المعروف إبراهيم الكوني الذي دائما يتحفنا برواياته الجميلة، وهو معروف لدى كثير من القراء وكتبه حقيقة تدرس في الجامعات الأوروبية والأمريكية. رجل عظيم، رجل يكتب من ذهب حقيقة. ومثل هذه الأهداف السامية التي تسعى لها الدولة في نشر الثقافة بين أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة المتنوع، ونذكر في عام 2019 حيث كانت إمارة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، وهذا كان عام نفتخر فيه جميعا كإماراتيين لأنها تستحق وبجدارة هذا اللقب. ومنذ عام 1982 وما زال هذا المعرض يتجدد ويسمو ويعلو في سماء العلم والثقافة والطبعا والكتابة. حضور عريض حقيقة من كافة الميادين المختلفة، تنظمه هيئة الشارقة للكتاب. طبعا المقصد الأهم للباحثين هو طبعا يعني مهم جدا لكل باحث، لكل كاتب، لكل روائي أن يحضر هذا المعرض ويشارك بكتابه هناك. على كل حال طبعا تحدث في هذا المعرض عديد من الفعاليات المختلفة المصاحبة، منها التكريم وكما قلنا عن إبراهيم الكوني. وحتى لا أنسى فقد كرم أيضا شركة أبو ظبي للإعلام، كرمت البارحة أمسا بدرع جميل وطبعا شهادة كبيرة أيضا تسلمها نيابة شركة أبو ظبي للإعلام سعادة إبراهيم عبد الرحيم النعيمي مدير شبكة أبو ظبي للإعلام المدير العام. وطبعا كانت ليلة حافلة حقيقة بالإنجازات المختلفة التي استعرضت في كلمات الأشخاص الذين طبعا تولوا في هذا المكان. هناك فعاليات مصاحبة مثل ما قلنا، توقيع الكتب أيضا، هناك أمسيات شعرية مصاحبة، هناك ورش عمل، هناك طبعا يجلس الكتاب والباحثون مع بعضهم البعض يتناقشون في الهموم التي يفكرون بها. ونعرف دائما نزول هؤلاء الأشخاص من قصورهم العاجية كما يقولون إلى العالم حتى يتشاركوا معهم هذه الأفكار ويحثوا العالم على طبعا على القراءة والبحث والتخطيط. شيء جميل مهم، أي شخص عنده كتاب مثلا ويدخل هذا المكان الواسع الكبير الذي يحوي أكثر من 1.5 مليون كتاب سوف يقول أني لن أحصل على كتابي لأن دور نشر كثيرة متعددة. اخترع طبعا معرض الكتاب هناك جهاز معين، كمبيوتر تدخل عليه تحط اسم الكتاب وتحط طبعا اسم الكاتب ويطلع لك الكتاب في أي دور نشر يباع، وطبعا تذهب وتشتري هذا الكتاب. لا أعرف حقيقة عن الأسعار بشكل عام، الأسعار دائما تكون في المعرض بمتناول الجميع لتعدد طبعا لو شدة المنافسة، لا ما نقول إنه شدة منافسة فقط، وأيضا حضور كبير يعني يحظى به هذا المعرض، معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023. وأنا عارف الآن أن حصة ورحاب حابين يكونوا معنا، وطبعا المكان ما يكون معاكم إن شاء الله من
أنا عن نفسي متشوقة جدا أني أحضر المعرض، بالذات أني أعرف أن فيه الكثير من شوف يا بسلامة يعني أنا حاسه أنك يعني فيني غبطة، تعرف اللي مو بقادرة أكون هناك وياك في معرض الشارقة للكتاب، لأنه يعتبر من أهم معارض الكتب في الدولة. ومتأكدة من وعلى فكرة يعني ركن الطهي أيضا، ركن الطهي أم سلامة واحد من أهم الأركان اللي يعني فيها ناس كثير حقيقة ومشاركين فيها كثير يبحثون عن الطهي والطعم الطيب اللذيذ، أكيد مثل الشيف اللي عندنا أكيد.